السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الجولة الاستطلاعية التي نقوم بها من هنا من على أرض الجامعة الإسلامية لنتعرف على استعدادات وآراء الطلبة في بداية الفصل الدراسي الثاني، فابقوا معنا. السلام عليكم. عليكم السلام. نتعرف عليكي. أنا بسمة زقوت، طالبة هندسة صناعية سنة خامسة، يعني خريجة هذا الفصل، ربنا يوفقك. احكي لنا عن استعداداتك للفصل الدراسي كونه الفصل الأخير في الجامعة، يعني فصل التخرج. احكي لنا عن الاستعدادات اللي أنت بتقومي فيها. والله بما أني خريجة يعني أنا بحاول أكون متفائلة وبستعد لتنفيذ مشروع التخرج بتعاون مع زميلاتي. بصراحة أنا بشكر كتير الجامعة الإسلامية أولاً لتميزها في المجال الأكاديمي، بصراحة يعني متميزة جداً ورائعة ومستوى عالي، وكمان بشكرها لأنها بتحافظ على الطالبات من المجتمع، بتزرع فيهم توعية وقيم أخلاقية عالية للأمانة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. عارفين عن نفسك؟ سراء برهوم. سراء سنة شو يا سراء؟ سنة أولى. تخصص؟ صحافة وإعلام. صحافة وإعلام سنة أولى، ممتاز، الله يوفقك يا سراء. احكي لنا عن استعداداتك للفصل الدراسي الثاني، خصوصا وأنت سنة أولى، فبالتالي يمكن بالفصل الدراسي الأول ما كنت بتعرفي كيف النظام الأكاديمي، كيف المعدلات، كيف هاي الأشياء. الفصل الثاني أكيد مهمة أقوى أنت جاي، احكي لنا عن استعداداتك. أكيد استعداداتي كتير قوية الحمد لله، يعني جدا يعني متأهبة ومستعدة لأني أكون بمعدلات أرقى وأعلى إن شاء الله. حصلت على امتياز إن شاء الله إني أستمر في الامتياز، وأكيد الفصل الأول ما كنت أعرف إشي، يعني كانت كتير أشياء عرفتها بآخر الفصل، فأكيد يعني معلوماتي زادت وإن شاء الله تزداد أكثر والمواد تكون أحلى إن شاء الله. طب الخدمات اللي قدمتها الجامعة الإسلامية وبتتمني إنها تستمر، يعني أعجبتك أكثر إشي في الجامعة؟ كتير خدمات أعجبتني بالجامعة بصراحة، يعني قصة المنح هاي يعني بتخفف كتير على الأهل أكيد وعلى الطالب، وبتخفف بالتسجيل بكل إشي، وخدمات كتيرة، المكتبة، الكتب الموجودة، يعني كتير أعجبتني أشياء بالجامعة، يعني أنا بصراحة كتير استمتعت فيها. كمان المواد نفسها يعني اللي أنا درستها شعرت بإني اكتسبت خبرة عالية جدا بدراستي لهاي المواد. هاي من سنة أولى أكيد، بالسنوات الثانية من الفصل الأول أكيد، بالسنوات الجاية إن شاء الله راح تستفيدي أكتر، وكل التوفيق لإلك إن شاء الله. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا. عرفنا عن نفسك. بلال ماجد حدائي، طالب من كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية. سنة شو؟ سنة أولى لسه. سنة أولى. استعدادك للفصل الدراسي الجديد؟ والله إحنا يعني الحمد لله جايين مستعدين، جايين للأحسن، يعني لأنه الفصل الأول كانت علامات يعني مش ولا بد، المعدل كان تراكم 85، وخلاف فيش خلاف طبعا على الخدمات الجامعية والراحة والإشي موفر هي للدراسة كتير 100%، يعني الحمد لله. تتأمل إنه يكون هذا الفصل أفضل من الفصل الفات؟ والله ان شاء الله خير، انا عندي استعدادات ان شاء الله انه الواحد يرفع معدل اكثر من هيك بكثير، لانه 85 فصل الاول بدها شدت حيل هيك شويه، الواحد سينا طلبة الامتياز فخر كبير للجامعه ان شاء الله. اكيد وفخر لك ان شاء الله، الله يكرمك. مرحب بالطلبه الجدد في هذا الفصل، وبنشكر اداره الجامعه على هذه التجهيزات الموجوده، ومجلس الطلاب خصوصا استقبلنا بحفاوه يعني على البوابه، والحمد لله يعني صباح جميل ومع بداية يوم دراسي جديد من هذا الفصل، وإن شاء الله نتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح والسداد
ويكون يعني الكل على درب التوفيق إن شاء الله، ويعطيك العافية إن شاء الله. بداية هذا الفصل الدراسي نقول للطلاب والطالبات والعاملين والمدرسين كل عام أنتم بخير، وإن شاء الله يكون هذا الفصل فصل خير على الطلاب وعلى الجامعة. نعلم أن هناك صعوبات تمر بها الجامعة، يمر بها المجتمع، تمر بها فلسطين، لكن هذا قدرنا وهذا مصيرنا. أن الصعوبات منذ عام 48 حتى الآن والصعوبات هي موجودة، ولكنها كانت دائما حافزا، كانت دائما حافزا للعمل والجد والاجتهاد. والجد والاجتهاد الحقيقة من ليس فقط من العاملين بل من الطلاب بشكل أساسي. أكملت الشؤون الأكاديمية بالجامعة الإسلامية الاستعداد لاستقبال حوالي 20,000 طالب وطالبة في كليات الجامعة المختلفة في مقر الجامعة في غزة وفي فرعها في خان يونس للفصل الدراسي من العام 2013-2014، وقد اتخذت كافة الإجراءات المتعلقة بالجداول والقاعات والمختبرات الدراسية، والهيئة التدريسية ومرافق الجامعة المختلفة جاهزة لاستقبال الطلبة في بداية هذا الفصل. نأمل من الطلبة الجد والاجتهاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة هذا الوطن إن شاء الله.